السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة معانا خبر جديد، تعالوا نسمعه مع بعض. انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون حدوث إصابات بسوهاج. خبر اللي معانا بيقول انهار اليوم منزل قديم مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان بدائرة قسم أول سوهاج مدينة سوهاج دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية. تلقى اللواء محمد شرباش مدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اخطار بالحادث من قسم شرطة أول مدينة سوهاج، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 350 متر غير مأهول بالسكان، ملك خيري ميم نون 40 سنة موظف ويقيم بدائرة قسم ثاني سوهاج دون حدوث إصابات، وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وأفاد مالك المنزل بمضمون ما تقدم، وأضاف أن المنزل صادر له قرار إزالة من حي غرب مدينة سوهاج، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وطالت النيابة العامة التحقيق. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل خبر جديد إن شاء الله يوصل لحضراتكم، وإلى اللقاء في قناة عبير عامر.